عندنا مشكلة إن إحنا ما بنرتبش أولوياتنا إيه. بنيجي على آخر اليوم بنبقى وإحنا يعني خلاص جبنا آخرنا. لو أنا تعاملت مع ابني بنفس الأسلوب اللي أنا تربيت بيه هبقى أنا مجرمة في حقه تماما. مرات كتيرة بناخد أدوار مش بتاعتنا. إن يكون الكتاب المقدس مفتوح كل يوم ده هيوفر عليه كتير جدا في الأسرة بتاعته. دابح في اللي قدامي والقدامي دابح فيا ما بنفكرش، إحنا بنتخانق. في الخناقة أخش أضرب أول واحد بعد كده اعتذر. عايزة يفضل حاسس بالخوف ويفضل دايما حاسس إنه لازم يخبي غلطته عليا. ما في ناس كتيرة بتتزوج عشان جمال وعشان مال وعشان مشاعر. إن أنا بقضي اليومين دول أنا بشوفه وهو بيكبر. واحد خايف جدا على العلاقه، ثعلب من الثعالب اللي ممكن تكون كبيره قوي. كلمه الله هي انفاس الله الحي تتحدث الى قلبك.